عدد العلامات التجارية أكبر من السنة الماضية، مساحات المعرض أكبر، نوعية وعدد الزوار أيضا أفضل. الحالة الإيجابية كما قلت انعكست على الزوار فزاد عددهم، واستقبل بيلدكس في هذه الدورة مجموعة من كبار المشترين. الوفود من العراق هي وفود لمقاولين كانوا اعتادوا على استيراد مواد البناء السورية وانقطعت عنهم طيلة الفترة السابقة. وعلى ما يبدو مع الأخبار عن فتح القنوات والحدود وإمكانية التبادل أكثر، فكان هناك تفاؤل بأنهم قد يستطيعون العودة لاستيراد مواد البناء السورية من جديد. فجديد هذه الدورة عودة كبار المشترين إلى قطاع مواد صناعة مواد البناء السورية. أيضا هناك نفس إيجابي ببدء بعض المشاريع التي لها علاقة بالتطوير العقاري. هلأ صرنا نسمع الماروتا سيتي رجعت برم الدولاب ورجع بدأ تطلع أبراج جديدة وبدأت، فعلى ما يبدو الغصة اللي كانت غاصصها سوق البناء وقطاع البناء طيلة العشر سنوات ابتدأت تتغير بشكل إيجابي. وأيضا ما نجم عن كارثة الزلزال، أيضا هناك طلب كبير على صناعة مواد البناء وعلى كل متطلبات ومستلزمات البناء. صحيح، ولاحظنا وجود جهات يعني متخصصة مشاركة لأول مرة في الدورة هذه، مثل يعني الشركات المتخصصة بإنتاج ألواح الكوارتز، وهو ما يحقق قيمة مضافة أيضا للمعرض. هل هناك أيضا جهات أخرى مشاركة جديدة في هذه الدورة؟ طبعا يوجد شركات تقدم بناء سريع، منشآت معدنية للأبنية التي قد تستخدم في حالات الكوارث كالكارثة التي مرت علينا في سوريا. يوجد أكثر من عارض لديهم حلول لأبنية سريعة ومستدامة، يعني ليست مؤقتة، سريعة الإنجاز، مقاومة للزلازل ومستدامة أيضا.